فرفر السلام عليكم وعليكم سلام الله صبح اليوم جميل جدا قل لي أنت كيف ترى رائع والشكر لله ماذا بيمينك يا فرفر كيس قمامة يا مرمر حسنا كي أساعدك دعني أحمله معك شكرا شكرا يا أختي شكرا أرجوك ارتاحي أنت فهي خفيفة الوزن فرفر فرفر ربي أستر لما صوتك يعلو يا مرمر فرفر ماذا تفعل قل لي أين بهذا الكيس ستلقي قرب الشجرة ماذا قلت قرب الشجرة قلت لك منذ متى تفعل هذا منذ أن نقلوا البرميل والمشي له يا أختا يحتاج لوقت طويل فرفر إنك منذ قليل قلت بأن الكيس خفيف ليس ثقيل فعلا لكن لا تتهاون فالبيئة حتما تتضرر احذر من رمي القمامة في الشارع يا فرفر احذر حسنا حسنا يا مرمر هاي 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 هاي